وأنه تم التصرف. أسف يا محمد، وصل الآن الرئيس أوباما ونتابع كلمته. أطلعني فريق وكالة الأمن الداخلي اليوم على ما يجري في بوسطن. نحن ما زلنا نرصد الوضع ونراقبه، وقد سخرت كل موارد الحكومة الفيدرالية لمساعدة السلطات في المدينة والولاية، وذلك لكي نقوم بتأمين المنطقة وتأمين الولايات المتحدة. نحن نصلي من أجل السكان في بوسطن، وميشيل وأنا نبعث تعازينا لعائلات الضحايا لهذا العمل غير المنطقي. نحن ليس لدينا أجوبة، ولكن نعلم أن عددا من الناس أصيبوا، وبعضهم بشكل بالغ في التفجيرات في الماراثون. وتحدثت إلى مولر مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي وموظفين ومسؤولين آخرين لكي يسخروا الموارد اللازمة للتجاوب، وأطلعت قادة الكونغرس من كلا الحزبين وقلت لهم إننا اليوم لسنا ديمقراطيين ولا جمهوريين، ولكننا أمريكان. وتحدثت أيضا مع مانينو وباتريك العمدة، وقلت إننا سنسخر لهم كل الموارد اللازمة لكي يساعدوا العائلات، ووضحت لهم بأن كل الأمريكان يقفون مع شعب بوسطن. شرطة بوسطن والأطفائيون والمتجاوبون الأوائل والحرس أيضا تجاوبوا بشكل بطولي، وما زالوا يفعلون ذلك حتى فيما نتحدث الآن. وهذا يذكرنا على أن الأمريكان دائما يضحون من أجلنا كل يوم دون أن يكون لديهم أي أنانية في التضحية من أجلنا كلنا. ونحيي كل من قاموا بالتجاوب بسرعة وبمهنية مع هذه المأساة. نحن ما زلنا لا نعرف من قام بهذا إلى الآن أو لماذا، والناس لا يجب أن يقفزوا إلى النتائج قبل أن تتوفر الوقائع والحقائق، ولكن لا تخطئوا أبدا. سوف نقوم بالتحقق وأن نتيقن ممن فعل هذا ولماذا فعل هذا. أي شخص أو فرد مسؤول أو مجموعة مسؤولة سوف تشعر بثقل العدالة يقع على عاتقها. اليوم يوم عطلة في ماساتشوستس، وهو يوم وطني يقوم الناس بالاحتفال ب الروح من الاستقلالية والحرية التي تتميز بها مدينة بوسطن منذ الأيام الأوائل من أمتنا، وهذا يوم يبعث بالأمل بسبب هذه المنافسات التي تتم هنا. وبوسطن مدينة سوف تقف على قدميها ثانية، وسوف يقوم البوسطنيون بالانضمام إلى معا والتعاون معا كما هو الشعب الأمريكي الذي يقف إلى جانبهم في كل خطوة من هذه الخطوات. يجب أن تتوقعوا بأنه كلما حصلنا على المزيد من المعلومات فإن فرقنا ستقدم لكم إحاطات وإفادات. ما زلنا في مرحلة التحقيق في هذه المرحلة، ولكن أود أن أؤكد بأننا سنعرف من فعل هذا وسوف نحملهم المسؤولية. شكرا جزيلا لكم. فجأة تحول سباق المسافات الطويلة في ولاية بوسطن من حدث بهيج إلى مأساة مرعبة عندما انفجرت قنبلتان عند خط النهاية. على الفور سقط عدد من المتسابقين والحضور بين قتيل وجريح. وقع الانفجار الأول بعد ساعتين من وصول العدائين إلى الجانب الشمالي لشارع بوسطن، ولم تمضي بضع ثوان حتى تلاه انفجار ثان، وبعد حوالي نصف ساعة سمع دوي انفجار ثالث، لكن الشرطة قالت إنه انفجار مسيطر عليه. أثار الانفجاران حالة من الفوضى والارتباك، وتفرق المشاركون والحضور في اتجاهات مختلفة، بينما قام آخرون بإسعاف المصابين. وعلى الفور تم إخطار الرئيس باراك أوباما الذي اتصل بدوره بسلطات ومسؤولي الولاية لتقديم المواساة. في الساعة 2:52 اليوم حدث انفجاران متزامنان عند خط نهاية ماراثون بوسطن بواقع 15 دقيقة بينهما، كما كان هناك حادث ثالث في مكتبة جون كينيدي، ولسنا متأكدين بأن هذه الأحداث مرتبطة ولا زلنا نحقق.
وفرضت إدارة الطيران الاتحادي حظرا للطيران فوق منطقة الانفجارات، كما امتدت الإجراءات المشددة إلى العاصمة واشنطن ومدينة نيويورك. يجري السباق عادة في اليوم الوطني، وهي عطلة في ولاية بوسطن يحتفل فيها السكان بجلاء البريطانيين عن الولاية في الثورة الأمريكية. ويعتبر الماراثون من أكبر الأحداث الرياضية في الولايات المتحدة، ويشارك فيه نحو 27 ألف عداء، ويحضره عشرات الألوف من المتفرجين.